Joumana Kayrouz. You've seen her images on giant billboards across the metro. Joumana Kayrouz. You've seen her images on buses across the city. Now get to know Joumana Kayrouz. The war broke out in my home country, Lebanon. I was 11 years old, and I saw a lot of bloodshed and inequality and poverty. You can't grow up in an environment like that and not be affected by it and not want to make a difference. I graduated from Yale University with a master's in ethics. I speak four languages. It has always been innate in me fighting for the underdog and trying to do whatever it is I can to make a difference in the world. Let Joumana Kayrouz protect your rights. Call the law offices of Joumana Kayrouz at 1-866-YOUR-RIGHTS, extension 100, or visit yourrights.com. برنامج يور رايتس مع المحامية جومانا كيروز المختصة في قضايا حوادث السيارات مع نخبة من المحامين في اختصاصات عدة منها الطلاق والهجرة والإفلاس يأتيكم الآن على الهواء مباشرة. تحية طيبة لكم، أهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج يور رايتس مع المحامية جومانا كيروز ومكاتبها المختصة بعدد كبير من القضايا، منها قضايا الهجرة، قضايا البانكربسي، قضايا الكريمنال لو، قضايا الفاميلي لو، قضايا أيضا الضمان الاجتماعي وإصابات العمل، ولن ننسى بالتأكيد قضايا البرسونال انجريز ومن ضمنها قضايا حوادث السيارات. الاستشارات مجانية في مكتب المحامية جومانا كيروز 248-557-3645. أيضا بإمكانكم المشاركة في البرنامج عبر الاتصال على الأرقام 313-769-6666-519-256-1023. تحياتنا لكم ونرحب بالمحامية جومانا كيروز. تحياتنا لك جومانا. صباح الخير رامي، صباح النور، أهلا وسهلا، تحياتنا اليوم ممتازين إن شاء الله دائما، وأكيد أول نهار تلج على بكير السنة. صح، ولو يعني الحمد لله يعني مبدئيا ما كان ثلج كثير، بس اكيد يعني بلش بشكل سريع يعني الشتاء مبدئيا. نعم، كان عم بيقول لي زميل من زملائي انه السنه الماضيه بلش الثلج بديسمبر تقريبا على كريسمس. صح، مزبوط، صحيح، صح، انا ما بتذكر. رامي اذا بتسمح انه تعطي رقم الواتساب كمان للي بحب يبعث مسج على الواتساب. اكيد، برساله اللي حابب يبعث رساله صوتيه او رساله نصيه 313-327-7074، وبالاضافه الى ارقامنا على الهواء. اليوم اكيد يعني راح نتطرق الى تقريبا موضوعين، شويه تذكير سريع للموضوع اللي تطرقت اليه امبارح، كان موضوع فيه غايه الاهميه وهو موضوع الاخطاء الطبيه، وتحديدا القضيه المثيره جدا اللي تطرقت لها جمانه مع المحامي اللي كان معك، اكيد المحامي ياسو المتخصص بهذا المجال. 135 مليون دولار، صح؟ نعم، في ولاية ميشيغان. في ميشيغان. نعم، بسبب في ولاية ميشيغان ضد الديترويت ميديكال سنتر، وهذا الفيردكت طلع بجولاي 2019، يعني من تقريبا 4 شهور. صح، مزبوط. رامي انت بتعرف ويمكن اغلب المستمعين بيعرفوا انه نهار الخميس اجمالا بنتكلم عن موضوع السوشيال سيكوريتي مؤخرا، بناء على طلب بعض الموكلين تبعنا عم نتطرق لموضوع الإصابات ضمن العمل. فاليوم رح نحكي عن موضوع الإصابات ضمن العمل، رح نكمل فيه، بس حبيت هيك خصص أول ربع ساعة لنعلق شوي أكتر عن موضوع امبارح، لأنه موضوع الأخطاء الطبية بإذن الله رح نتطرق له مرة بالشهر، مرة فقط بالشهر، مثل ما موضوع الإصابات الانزلاق إلى آخره نتطرق إلى مرة بالشهر. يعني إذا ما علقنا اليوم ما رح نفتح الموضوع لبعد شهر من هلأ. معليش إذا بيسمحوا لنا المستمعين أول ربع ساعة ندفي شوية التعليق عن موضوع امبارح. امبارح لأول مرة بستضيف زميل من زملائي، محامي بتعامل معه من سنوات عديدة على فكرة، عدة سنوات، يعني يمكن أكثر من 10 سنوات، لأنه أنا شخصيا كنت مارس هذا القانون، قانون الأخطاء الطبية، وإنما من تقريبا 15 سنة وقفت مارس هذا القانون، لأنه هذا القانون إذا بدك تمارسه ما فيك تمارس قوانين أخرى، بيطلب كتير كتير من وقتك. محاميين الأخطاء الطبية رامي ما عندهم مئات الملفات
عم يشتغلوا عليهم، يمكن عندهم مئات الملفات عم بيراجعون ليشوفوا إذا هو ملف بيريدوا يحافظوا عليه ولا لا. بس بالنهاية الملفات اللي ماشيين فيها، الملفات اللي رح يقدموا دعوة عليها، اللي عم بيطلعوا على الميديكال ريكوردز واللي عرفوا من ورا خبير إنه في إهمال، هدول الملفات بيكونوا 10 20 30 40 50، وهدول they keep them busy those lawyers for a very 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 long time. يعني ما فيك تقارن ملف حادث سيارة بملف أخطاء طبية. اللي بيمسك ملف الأخطاء الطبية بده ريسيرش أكتر، بده تحضير أكتر بكتير، وبياخد وقت كتير ومكلف جدا جدا جدا. So من تقريبا 15 سنة يمكن قل شوي I made the decision، مع أنه هذا كان اختصاصي الأساسي، أنه وقف الأخطاء الطبية. كنت ممتازة بقولها بكل تواضع بالأخطاء الطبية، وبالتحديد الأخطاء الطبية عند الولادة عند الولادة، لأنه هذا النوع من الطب قدرت تعلمته من جراح في هذا الاختصاص. تعلمت شو اللي بيسموه للنساء اللي عم بيتسمعوا اللي كانوا حوامل وحامل وولدوا وقت الولادة، في شيء اسمه accelerations، في شيء اسمه decelerations، في شيء اسمه late decelerations، بنسميهم كمان late decels. هيدول اللي بيفرجوا شو عم بيصير مع الجنين، هي والامرأة عم بتحضر انها تولد. وهيدي مثل ما قال امبارح المحامي جياسو، انه اوقات سنوات بعتذر مش سنوات ثواني قليلة بتحدد مصير جنين ومصير طفل. إذا انحرم من الأكسجين لبعض الثواني ممكن يعاني من إصابة للعمر كله. امبارح استضفنا لأول مرة المحامي جياسو اللي صار إلي سنوات عديدة بتعامل معه، واللي بنتعامل بالملفات معه. في ملفات ببعث له إياها وهو بيقوم فيها من الألاف للياء، في ملفات أنا بتعاون شخصيا معه، لأنه هذا الموضوع مثل ما قلت لك أنا درسته وتقنته ومارسته، فبحبه شخصيا. فجزء من الملفات اللي بنعطيها انا موجوده عليها، والجزء الاخر انا غير موجوده عليها. صار له اكثر من 30 سنه تقريبا 30 سنه بعتذر خبره، مخرج من الاوائل بكليه المحاماه. I did not know that، اكتشفت هالشيء امبارح. هو مش بس زميلي، هو كمان جاري. انا بال 1000 تاون سنتر بساوثفيلد، البنايه اللي فيها الأنصلية اللبنانية، هو بال 3000 تاون سنتر بينضم ومنضم، صار له سنوات عديدة كان في هذه الشركة، تركها لمدة قصيرة وانضم بشركة أخرى كمان عريقة، ورجع لهذه الشركة ذاتها سومرز اند شورتز، من الشركات اللي عمرها تقريبا 70 فوق 70 سنة، فيها أكثر من 40 محامي وموظفين عديدين. في عندهم نورسيت اون ستاف بيطلعوا على الملفات الطبية وبيتكلموا مع الموكلين، لأنه كل ما بنبعث لهم موكل عم يتزمر من لا سمح الله خطأ طبي لأنه صار في شيء سلبي غير مناسب، بيتكلموا مع النورسز وبيتكلموا مع المحاميين، وعندهم القدرة بطريقة سريعة يحددوا إذا في لربما إهمال أو ما في إهمال. هذه شغلة كتير بتساعد وقت بيكون عندك medical staff on board ليتطلع. مشان هيك أنا حلقت بهذا الاختصاص ببداية مهنتي من 20 سنة 21 سنة، لأنه كان عند الوصول لجراح هذا هو كان اختصاصه بالولادة إلى آخره، بالولادة والعقم إلى آخره، وهذا شيء ساعدني كتير. It gave me an edge مثل ما بيقولوا. وإلا المحاميين اللي هن بيمارسوا قانون الأخطاء الطبية هن بيصيروا شبه دكاترة، لأنه تتقدر تقعد بإفادة وتسأل الدكتور أسئلة، بدك تكون مطلع على كل شيء، بدك تكون أشطر منه بالموضوع المحدد اللي أنت عم تحكي عنه. يمكن أنت عم تحكي عن الجنين أو عم تحكي عن باول بيرفوريشن، يمكن كجراح كمحامي ما بتعرف عن الدماغ، ما بتعرف عن السباينال كورد، بس عامل كل الريسيرش تبعك بما بخص الموضوع المحدد اللي أنت عم تتطلع عليه، اللي أنت قدامك، لحتى تقدر تكون قدة مثل ما بيقولوا بالعربي الدارج، لحتى تقعد وتسأل
وتقدر تبرهن انه دكتور او اي other health professional اهمل. بدك تعرف اذا اهمل, بدك تعرف الطب شو بيقول, بدك تعرف هو شو عمل, بدك تعرف شو الدكاترة in the same locality بيعملوا بهيك حالي, لحتى تقدر تكون قد, لحتى تقدر تقوم بملف وتنتهي فيه بطريقة جيدة وبطريقة بطريقة منصفة يعني. سو عنده 30 سنة خبرة, بإذن الله رح يكون معنا مرة بالشهر رح نحكي عن موضوع الأخطاء الطبية. كتير إشياء ما قدرنا نحكينا عنها مبارح لأنه الوقت هو ساعة فقط, والساعة بتمرق بطريقة سريعة. بدي بس ذكر المستمعين أنه الستاتيوت اوف ليميتيشن, يعني الوقت اللي القانون في ولاية ميشيغان بيعطي لأي إنسان, بيعتبر لأنه مثل ما حكي مبارح ومثل ما حكين سابقا, الإنسان كإنسان بيقولوا بالإنجليزي the lay person, هذا الإنسان ما عنده القدرة يعرف, knowing like you know, عنده القدرة يشك بس ما عنده القدرة يعرف أنه اللي صار هو سببه إهمال, اللي صار طبيا هو سببه إهمال. مين بيقدر يعرف؟ بيعرف المحامي عبر مين؟ عبر الحكيم. يعني إذا إجينا ملف لا سمح الله عملية انتهت مش على خير, طلع منا عوارض أو لا سمح الله وفاة, حتى اطلع على الملف الطبي لأتكلم مع جراح في هذا الاختصاص ليطلع على الملف الطبي ليقدر يقلي it looks like there is negligence here, there was acting below what we call the standard of care. So الشخص كشخص ما بيعرف, الشخص كشخص بيشك. أيمت بيشك الإنسان وقت اللي بيحس إنه, وقت اللي بيشوف إنه صار فيه, بتروح عند الدكتور لتصير أحسن, بتعمل عملية لتصير أحسن, وقت اللي بيصير العكس أو بيصير فيه رجوع لورا, هون الإنسان أو عائلة الإنسان بتسأل نفسها هل صار فيه إهمال, لأنه الإنسان ما بيعرف, ولأنه حتى المحامي لو شو ما كانت خبرته بالنهاية ما بيعرف, لأنه بالنهاية مش هو الكيس, مش مبني على المحامي, الكيس مبني على شغلتين, على الملف الطبي اللي هو موجود one and two, على الاكسبرت تستيموني, على الجراح, على على الحكيم, على الممرض اللي هو بذات الاختصاص. المحامي فقط بيفرجي هيدي المعلومات, بيوصلها للطرف الاخر, بيوصلها للقاضي, بيوصلها للجوري. سو قد ما يكون المحامي شاطر لأنه عنده خبرة, مثلا في محاميين خبرتهم الوحيدة هي birth trauma injuries, هيدول عندهم كتير 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 معلومات بهيدا الموضوع لأنه that is all they do, كل اللي بيعملوه. مثل ما أنا وقت اللي كنت أمسك الملفات بأول بداية مهنتي كنت فقط لل birth trauma injuries. سو تأنتوا هيدا الموضوع كيف بالحرق إذا صار إلي 20 سنة عم بتقن موضوع ال birth trauma injuries. سو بصير بعرف كتير, بس بالنهاية الافيديفيت اوف ميريت اللي هو افيديفيت بده ينمضى من قبل, بده يتقدم قبل ما اي انسان يقدم دعوه, بده ينمضى من قبل حكيم الى اخره. سو خلاصه الامر هون والنقطه اللي بدي اوصلها هي فقط دس, بما انه الانسان ولا حتى المحامي اللي عنده خبره بيعرف بيقين اذا صار في اهمال, لازم الانسان يتصرف بسرعه, لانه السنتين اللي القانون بيعطيها للشخص غير كافيه ما بين ما يوعى انه في لا سمح الله يمكن اللي صار هو سبب خطا طبي, ليحصل على الملفات الطبيه اللي اوقات بتاخذ وقت, لياخذها عند محامي, للمحامي يدرس الملف الطبي. وهون is the advantage of law firms مثل Summers and Shorts تبع جاي, لأنه في عندهم medical staff inside the law firm. يعني مش ناطرين ليتصلوا بدكتور معين اللي هو مشغول, اللي هو عنده عيادته, ليعطيه وقت بعد جمعتين بعد ثلاثة ليبعث له الملف ليدرس الملف ليرجع يعمل موعد معه. في عندهم medical staff on board but part of that still takes time, لأنه medical staff on board هني مش اللي حيمضوا الأفيديفيت of merit. الأفيديفيت of merit اللي هي لازم تنمضى أفيديفيت من دكتور أو دكاترة قبل تقديم الدعوة, هذه ما بتجي من قلب مكتب المحامي, بتجي من قلب اكسبرت اختصاصي في هذا المجال او هؤلاء المجالات. تصور لو في اكثر, تصور اذا في شك انه في اكثر من شخص مهمل, يمكن في الممرضه ويمكن في الجراح ويمكن في التخدير الانستيزيولوجيست. نعم التخدير, نعم صح.
نعم ساعتها بدك تاخد أفيديفيت عن هيدا وأفيديفيت عن هيدا وأفيديفيت عن هيدا وأفيديفيت عن هيدا. خلاصة الأمر الوقت كتير دقيق، والقانون بميشيغان هو لمصلحة الدكاترة والمستشفيات، هو مش لمصلحة المريض. وأيضا جمان يعني اختصاصي بكل من هذه المجالات صح؟ يعني إذا كانت يمكن اشتباه بأنه في تقصير بجانب قسم التخدير أو طبيب التخدير، ممكن لازم أيضا يبحثون عن مختص بهذا المجال حتى يعطي شهادته صحيح؟ مظبوط. But you have to match up مثل ما قال امبارح، you have to match up the specialties. لنقول إذا شخص وأول ريفيو دلت أنه الظاهر أنه الأنستيزيولوجيست مغلط، والظاهر أنه النورس مغلطة، والظاهر أنه الجراح مغلط مثلا، ساعتها بدك تجيب أفيديفيت، بدك تقدم أفيديفيت من نورس وبالإضافة أفيديفيت من جراح بذات الاختصاص، وبالإضافة أفيديفيت من قبل أنستيزيولوجي. يعني ثلاثة أفيديفيت بدو يكونوا محضرين وبدهم ينبعثوا 6 أشهر قبل ما يقام الدعوة. يعني الوقت سريع. وقت اللي كنت اشتغل في مكتب المحاماة الناشونال لو فيرم أو ستاندينج لو فيرم اللي كنت فيها أقوم بقضايا الأخطاء الطبية، كنا نحن we were a national law firm، كان معروف عنا سمعتنا انه يجينا ملفات رافضينا غير محاميين، مطلعين عليها غير محاميين ورافضينا لسبب او لاخر، اوقات لانه ما شافوا اللي لازم ينشاف، اوقات لانه قرروا هن ياخذوا القرار بلا ما يتكلموا مع دكتور، اوقات لانه الدكتور اللي بعتوا الملف لعنده او الدكاتره ما شافوا اللي لازم ينشاف. سو بيبعتوا لنا هن قلنا، وكنا نعتبر يعني مثل مكتب محاماة الامور المستحيله، وكنا كتير ننجح بملفات رافضينا اوقات مكتب ومكتبين من كل انحاء امريكا. كنت سافر كتير اخد افادات النو مانز لاند باماكن ما بتذكر وين، واخد افادات في نيويورك في كاليفورنيا الى اخره، لانه هدول الملفات كانوا يجونا من غير اماكن من غير ولايات كانوا مرفوضين. وليش عم خبر هاي الخبرية؟ لأقول انه اوقات the time is very short، لأقول انه اوقات بتروح عند اول محامي ولسبب او لاخر هذا المحامي رح يرفض الملف، يمكن ما رح يشوف اللي لازم ينشاف، او يمكن يرفضه لانه الاهمال موجود بس قيمة الاصابة مش همته كتير. سو بدك تاخد بعين الاختبار بما بخص الاخطاء الطبية انه في احتمال كبير انه تستشير مش بس مكتب محاماة واحد بس أكتر من مكتب محاماة. وبالإضافة رامي مش لأنه، وهيدي مش غلطة أي إنسان، بس مش لأنه رحت عن مكتب محاماة ومضاك يعني خلص ما بحق له المكتب يغير رأيه بعد شهر 6 أشهر 9 أشهر ويقول لك بعتذر. Upon further investigation we have made a business decision to turn down your case. You have this much time left to go find another lawyer. Good luck to you. يعني مش دائما لأنه مكتب محاماة قبل ملف، لو شو ما كان الملف، إن كان خطأ طبي إن كان عقد إلى آخره، هذا ما بيعني إنه مكتب المحاماة لح يحافظ على لح يترك الملف ولح يمشي بالملف من البداية للنهاية. هيدي بتصير كتير particularly بالأخطاء الطبية. كتير جينا ملفات رايحين عند محاميين آخرين، والمحاميين الآخرين as a first thing قبلوا الملف ومضوا الشخص عقد. سو هذا الشخص مفكر مطمن باله انه لقى محامي او مكتب محاماة انه مشيله بالقضية، او at 6 months later 9 months later بس قبل يعني قبل السنتين بدون شك، ويمكن قبل السنة ونص، لانه حرام انسان يرفض ملف، حرام محامي او مكتب محاماة بما بخص الاخطاء الطبية يرفض ملف شهر او شهرين قبل الوقت، لانه وين بده يقدر الانسان يروح يلاقي مكتب محاماة والمكتب المحاماة يرجع يبعث الملف الطبي لاختصاصي لحتى يجي الجواب. الوقت كتير ضيق. بس كتير شايفينا من بعد 6 أشهر من بعد 9 أشهر من الملف يرفضوا للملف يرفضوا. فهذا الشخص اللي مفكر حاله انه مأمن على حاله انه في مكتب محاماة قبل له القضية، رح يتفاجئ ويلاقي انه من قبل له القضية. سو النقطة هون بدنا نوصلها، السنتين كتير بيمرقوا بسرعة لانه تا
تتحصل على الملف الطبي لتلاقي محامي لتتأكد انه المحامي رح ياخد الملف ورح يضل اخد الملف بتاخد كتير وقت بدك تاخد بعين الاعتبار يمكن اول محامي حتى لو قبلك يرجع يرفضك بعد وقت لاحق بعد وقت لاحق سو اول ما الانسان لا سمح الله بشك انه في اهمال طبي وقت منقول اهمال منقول health professional يعني يمكن فرمشاني بعتذر يمكن ممرض يمكن مستشفى يمكن حكيم كايروبراكتر الى اخره هدول كلهم يعتبروا health professionals سو اول ما الانسان يشك ضروري جدا الحصول على الملفات الطبية اسرع صاحب الامر صاحب الملف يحصل عليها من انه مكتب محاماة يبعت رسالة يحصل عليها لانه بيطولوا وقت اللي بيشوفوا المستشفيات انه مكتب محاماة بيبعتون على special department لينظروا بالامر لانه بيسألوا حالهم اذا رح يصير في قضية من وراها سو اسرع بكتير انه صاحب القضية هو يطلب الملفات من انه الشخص التاني يطلبها الشغلة التانية اللي حبيت احكي عنها هي الفيردكت اللي بفتكر يعتبر هو أعلى فيردكت لحد هلأ بسبب أخطاء طبية خطأ طبي في ولاية ميشيغان مثل ما قلنا الفيردكت كان بجولاي 2019 It was a Wayne County case لأنه طفلة عمرها 15 سنة راحت على ديترويت ميديكال سنتر وعملوا لها عملية بظهرة من بعد العملية بظهرة انشلت مش انشلت نهائيا انشلت اذا مني غلطاني her lower legs من تحت so, وصار عندها سيجر وصار بدها مساعدة طبية round the clock 24 ساعة على 24 لباقي حياتها سو الجوري عطت 135 مليون دولار بس هيدا ال 135 مليون دولار رح ينزل ما عديت على المزبوط بس مبارح ندفي هيك we made an approximation انه يمكن ينزل الفيردك القاضي بده ينزله لتقريبا 75 مليون دولار ليه لانه الجوري وقت اللي سألوها هل صار في اهمال قالوا يس هل الاهمال هو اللي سبب الاصابه لهالطفله قالوا كمان يس ثالث سؤال وانا هون ام سبيكينج فروم ميموري رامي اي دونت هاف ماي نوتس فروم يسترداي ثالث سؤال كان هل عندها هل هي دافعه طبابي من نهار الاصابه لليوم قال يس 400 ألف دولار رجعوا سالوا هل هي رح يكون عندها طبابي بالمستقبل هي بحاجه له وهون المصاري اجت هون المحامي بيعين شخص بسموه لايف كير بلانر اجمالا هو طبيب هذا هو اللي بيقعد بيدرس الملف وبيقدر يحدد كل سنه هذا الانسان من نهار اليوم لنهار وفاته اللي هو بالمعدل تقريبا على 78 سنة This is your life expectancy كل سنة قدي لح يحتاج طبابي حسب ما بتذكر بلشت الطبابة تقريبا لح تحتاج هيدا الطفلة نص مليون دولار بال 2019 نص مليون دولار بال 2020 الطبابة صارت تعلى لتقريبا مليون بعدين صارت مليون ونص بعدين صارت مليونين بس شوي شوي يعني كل سنة فعكل سنة حطوا الرقم حده بآخر سنة اللي هي بال 2070 لأنه بيعتبروا أنه وقت وفاتها يعني life expectancy تبعها تقريبا أنه رح تعيش لل 2070 هون قالوا أنه رح تكلف لأنه الطبابة بتغلى ولأنه هي بتصير older طبابتها رح تكلف 3 مليون دولار ونص بالسنة وقت اللي عدوا هول الملايين نص مليون نص مليون نص مليون من هلا لسن لبعد 5 سنين 10 سنين 15 سنة 20 سنة 25 سنة تقريبا 60 سنة طلعوا بحدود 60 مليون رجعوا سألوا كمان للجوري هل هيدي الطفلة رح تقدر تشتغل لباقي حياتها ولا ما رح تقدر تشتغل لأنه عند الإصابة الجواب كان سلبي مش رح تقدر تشتغل كمان سألوا الجوري لكل سنة هي ما رح تقدر تشتغل قدي رح تخسر مصاري بلشوا أنه بال 2020 لا بفتكر ما بعرف أي سنة بدها تخسر 11 ألف دولار وعلو علو علو في محل كمان هيدولي أرقام بيقدمون اللايف كير بلانر مثل ما اللايف كير بلانر تبع المحامي تبعه بيقدم ملف اللايف كير بلانر تبع الانشورنس او تبع المستشفى ديترويت ميديكال سنتر بيقدم ملف تاني والجوري هي اللي بتقرر اي ارقام بدها تقبل عرفت كيف سو الجوري هي اللي كتبت انه اول سنه رح تخسر 11 ألف وبيعدوا لها لحد ال 62 يعني the earliest she can retire يا 65 يا 67
ما بعرف إذا عدوا ل 62 أو 65 أو 67 تقريبا وقت لقربت على 55-60 طلع المعاش تبعها لل 130 ألف بيرجعوا بيعدوا هيدول الأرقام هيدي السنة وسنة الجاي وسنة البعدة وسنة البعدة لأنه كله هيدا مصاري لح تنحرم منها بسبب الإصابة اللي ارتكبوها بالديترويت ميديكال سنتر. وآخر سؤالين كانوا هل هي تعرضت لبين and suffering humiliation embarrassment loss of social comfort هل هي بسبب هالإهمال هي هل لح تعاني عطل وضرر قالوا يس السؤال كان بالماضي قدي من نهار الإصابة لليوم قدي عطوا 10 ملايين وابتداء من اليوم لآخر عمره قدي عطوا 1 مليون كل سنة يعني على 60 سنة عطوا 1 مليون سو 10 ملايين من نهار الإصابة لليوم اليوم يعني جولاي نهار اللي طلع الفيردكت هيدي الجوري اللي حكيت وابتداء من نهارها يعني ابتداء من جولاي لنهار وفاتها with her life expectancy قديه بالسنة قالوا 1 مليون سعدوا تقريبا 60 سنة كل سنة 1 مليون ورجعوا لورا 10 سنين صرنا 70 مليون وإنما هون القانون بيقول إنه حتى لو الجوري بتعطي 1 مليار القانون في ولاية ميشيغان بيقول أنه الماكسيموم الإنسان بيقدر يحصل عليه عطل وضرر وهذا غير منصف على فكرة الماكسيموم الإنسان بيقدر يحصل عليه عطل وضرر بسبب خطأ طبي وصل لشلل نصفي هي زمني غلطانة 832 ألف It's by statute يعني هيك القانون بيقول So الجوري ما بتعرف هيدا شيء تاني نهار من بعد الفيردكت بيروح المحامي تبع الديترويت ميديكال سنتر وبيطلب من القاضي انه ياخد بعين الاعتبار القانون وينزل العشر ملايين عطل وضرر من نهار الإصابة لليوم والستين مليون عطل وضرر من اليوم لنهار وفاتها ينزلهم هو للسبعين مليون لتمانمية واثنين وثلاثين ألف يعني إذا بتشيل من المية وخمسة وثلاثين مليون إذا بتشيل سبعين مليون شو بيبقى لها شي 75 مليون 70 مليون دولار So this is how هكذا بيقدر الإنسان بالأخطاء الطبية يحصل مصاري مش عطل وضرر لأنه الماكسيموم العطل والضرر حتى للجوري بتعطي ملايين الدولارات أو مئات الملايين هي 832 ألف which is not fair كان عم بيقول مبارح المحامي جايا So how is it fair that if the jury decided that this is what she's entitled to the judge takes it away بيقول انه هيدا دستوريا غلط but it's a discussion for another day constitutional or not but القانون هون بميشيغان بيقول لا سمح الله اذا خطأ طبيب والامرأة مثلا ما عاد فيها تجيب ولاد بتقلها لهيدا الست انه قيمة العطل والضرر تبعها هو فقط 832 ألف It's not right But في ولاية ميشيغان وقت اللي بنسمع وقت اللي بتسمع رامي وقت اللي بنقول لك عن ملايين الدولارات وعشرات ملايين الدولارات It is because of what we call future medical and future wages الwages قد ما يكونوا يعني إذا كان جراح إذا كانت هي جراح وكانت تعمل 3 مليون أو 4 مليون بالسنة كانوا بدل ما يحطوا 11 ألف وأعلى شيء 130 ألف كانوا حطوا 3 مليون 4 مليون وعدون عارف كيف كانوا طلعوا أكتر بكتير وكان بحقله فيهم أو بحقله فيهم إذا كانت جراح بس حسب شو هي علمها وشو السوسيو إيكونوميك باكراوند تبعها هي عمرها فقط كان 15 سنة هدول كلهم is the work of a life care planner هو اللي بيطلع هالأمور وبيحللها وكل واحد كل طرف عنده her or his own life care planner جميل سو هذا هو 135 واو معلومات كثير مهمة ويعني يمكن لأول مرة كثير من الناس يسمعوها على الهواء في برنامج Your Rights وأكيد مرة بالشهر مثل ما ذكرتي راح يكون عندك وقفة مع موضوع الأخطاء الطبية ومسألة مع المحامي جياسو بالفعل نعم وشكرا رامي وشكرا للمستمعين أنه سمحتوا لي اتكلم شوي عن مبارح وضيف معلومات لأنه كانت أول مرة ومش لح نحكي كل مرة عن الـ 135 مليون دولار فيردكت سو حبيت وضحه شوي أكتر المحامي جياسو على فكرة مثل ما قلنا هو من تل كيف وإجا لهون عمره 8 سنين بيتكلم الكلداني بيفهم العربي بس ما بيتكلم العربي انتقالا هلا منرحب بالمحامي مايكل روث Good afternoon Michael Thank you Good afternoon everyone Thank you for sharing with us the first 30 minutes of this precious show which is only once a week talking about social security as well as about workman's compensation
It seems like lately you wanted to say something. Please do not hesitate to interrupt. Oh, okay. Basically, we've been handling a number of cases. Sometimes people come in when the employer is paying, but most of the time they come in because they've had a work-related injury and the employer isn't paying anything. So why do some people come when the employer is paying? What is their thinking? Oh, the thinking should be the typical thinking of most employees. Am I getting the rights? Am I getting the benefits that I have a right to? Is my employer paying me the correct amount of lost wage benefits? Is all of my medical needs being taken care of? These are important questions that the insurance company doesn't always answer, and you should always have someone available to answer them. I love this answer. This is a lot like in car accidents, because we always say that just because an insurance company is giving you a benefit or two or three does not mean that they're giving you all your benefits, one, and then two, does not mean they're paying you in the right amount, number two. And I would also say it's the same here. I would also add one more thing, is that it's good that they know what their rights are. That's the logo of this law firm, know your rights and act accordingly. I don't know how I stumbled across this. I don't know if I had the wisdom when I came up with it, but the more I go back to that, the more I realize there is so much wisdom in that one phrase, know your rights and act accordingly, because a lot of people don't know their rights and they need to know their rights. Self-advocacy is really essential. Knowing what your rights are, even if you can't enforce them yourselves, will give your attorney a better idea of the things you need to do, the things he needs to do, and it'll also put the insurance company and your employer on notice that, you know, you have information, you know the law, you know the rights, and they may be less inclined to give you less than you're supposed to get. And also, it's good that they come when they are still getting paid for yet another reason, because sooner or later, every insurance company, the honeymoon is over. That's right. And they decide to stop paying you. So you want a leg up on that. You want to ideally have found an attorney, a law firm, understand what you need to do, and have that in place, correct? Yes, I'm glad you spoke about the honeymoon period. That's when, you know, the injured person, the injured worker, will be getting his benefits. They will soften him up. It may make the employee forget about what's coming up in the future, his future career, who will pay for these medical expenses in the future, and something that never gets talked about, and that's vocational training, vocational services, and a workers' compensation. It's almost like swept under the carpet. They never like talking about it, and it's so vitally important. They, as in an insurance company? Yes, insurance company and employers. Okay, let's talk about that in a minute. Sure. But before that, I want to talk about selection of doctors, because a lot of people in workman's compensation, they see that the insurance company, the workman's compensation insurance company is paying, but again, they don't know all their rights. For example, they don't know that after a few days, they have the right to go see their own doctor. But before we go there, let me just share with Rami. So Rami, عم بيخبرنا إنه في موكلين بيجوا لعنا عندهم إصابات ضمن العمل والإنشورنس تبعهم الـ Workman's Compensation Insurance عم تدفع لهم. So السؤال اللي بيطرح نفسه ليش عم يجوا لعنا وقت الإنشورنس كمباني عم تدفع لهم. It's a good thing to consult an attorney, كان هيدا المكتب أو غير مكتب, لعدة أسباب. واحدة منهم مثل ما دايما بقول في قطار حوادث السيارات, مش لأنه an insurance company, your insurance company is not your friend. Hey, this is the bottom line, Rami. They may act like your friend, they're really not your friend. Some people are friendlier than others, some people are fairer than others, but it's all about, رح أعمل حلقة كاملة about what we call the three D's, delay, deny, and defend. وإنما في أشخاص بيفكروا أنه لأنه الإنشورنس كمباني عم تدفع لهم, يعني عم تدفع لهم كل شيء هن مؤهلين له, نمبر 1, ونمبر 2 عم تدفع لهم الأرقام الصح. Not true. منشوفها بحوادث السيارات, منشوفها هون in workman's compensation. تاني شغلي, لازم نحضر وقت الهانيمون بيريد از اوفر, يعني وقت اللي بيتعب الانشورنس ادجستر انه يدفع, يمكن يدفعه اول شهرين ثلاثه بعدين بيقولوا يو نيد تو جو باك تو ورك. لازم تعرف شو حقوقك
ايديلي يعني مثاليا قبل ما توصل لهي النقطة بيكون أحسن. إذا رحت عند مكتب محاماة وعملت استشارة ولقيت أنه كل شيء عم تعمله صح very good بتأغلبية الأوقات رح تستفيد من الاستشارة رح يضل في معلومات أنت ما معك خبر فيها. تالت شغلة رح نعطي مثل شفته كتير أوقات بالworkman's compensation ولح أطلب منه يتكلم عنه تتعرف أنه أوقات الإنسان بينغر وقت اللي بيشوف أنه الانشورنس كامباني عم تدفعله هيدا شيء بيعميه من أنه يروح يتأكد أنه حقوقه كلها موصلت له وكل شيء عم يعمله صح. أوقات الانشورنس كامباني استعملوا قصد لحتى to discourage the client from going to a lawyer لما يعرف شو حقوقه وشو معه وشو عليه بإطار الإصابات ضمن العمل. من الأشياء اللي بتهم الانشورنس كومباني تبع الworkman's compensation بتهمهم أنك تستعمل الدكاترة تبعهم بس الدكاترة تبعهم are not your friends. الدكاترة تبعهم هني their allegiance هي للworkman's compensation insurance. في أشخاص ما بيعرفوا أنه من بعد الإصابة بكم يوم بحق لهم يختاروا أي دكتور بيريدوه. هون السؤال اللي بيطرح نفسه بتفضل أنت تروح عند دكتور معينته الانشورنس كومباني الالليجنس تبعه هي للانشورنس كومباني ومع أنه في دكاترة أوادم نحن بنحكي دائما بالعموم رامي بالعموم هدول في سبب ليه الانشورنس كومباني مختارتهم لهن يكونوا الدكاترة اللي بتبعت الأشخاص اللي مصابين لعندهم لأنه بسرعة لح يقولوا لهم ما بيكون شي صرتوا منيح يلا رجعوا على العمل. سو في أشخاص وقت اللي بيشوفوا الانشورنس عم تدفع لهم ما بيعرفوا أنه عندهم حقوق هي غير مادية بس هيد الحقوق مهمة كتير لأنهم مثلاً اختيار الدكتور فخليني اتكلم معه عن اختيار الدكتور بعد كم يوم من الإصابة لأنه أول ما تحصل الإصابة رامي إصابة ضمن العمل يس مجبور تروح عن دكتور الانشورنس الworkman's compensation insurance company بتأمن لك يس وإنما في كتير أشخاص ما بيعرفوا أنه من بعد مرور بعض الأيام صار عندك الحرية تروح عند أي دكتور أنت بتوثق فيه وهو بيعالجك. Selection of doctors. So one of the things that I have historically heard, because I have encountered that, we have done workman's compensation in the past in the office. I also deal with these cases, particularly leading to a car accident. Somebody who is on the job driving and they get into a car accident. Mm-hmm. So those injured people, they have two kinds of cases, or possibly three. They have a workman's compensation case because it's an injury on the job. Although it's not within the four walls of the job, it does not matter. It's related to the scope of this person's employment. Number two, it is a car accident, and therefore they have benefits from their own insurance company, unless they're driving an employer vehicle. And they may have a case for pain and suffering against another car if the other car caused them the accident. So sometimes these people have up to three cases. And one of the things I have noticed is that the greatest majority of people who are in a work-related injury, car accident or not, any car accident or not, doesn't matter, do not know that they can, after a little minute, choose their own doctor. Absolutely. It's your body okay. and it's your health. But Absolutely. Can you tell us what the law says, though? Sure. When you're initially injured, the employer has a right to send you to a physician of his choice for the first 2 weeks. 14 days. That's right. 14 consecutive days. Right. Doesn't matter, Saturday, Sunday, legal holidays, Martin Luther King, and okay. This is correct. 14 and, continuous days. And there's another thing that goes into the formula, of course, and that's the seriousness of the injury. If your medical treatment is going to require surgery or some very intrusive examination, there's going to be a reluctance to allow the employer's doctor to do that. And why is that? Why is that? Again, I mean, it's your body. There is the law. But if you've been treating with a regular physician who you trust, who knows your body, who's been taking care of you, the law says that you should have the right to select that. The law also says that you shouldn't be put at risk of some dangerous procedure just because it might help get you back to the workplace. But let's go back sure. to the first 14 days where yes. the law in Michigan says
the 14 days after you are injured, you don't have a choice. You must go to the doctor chosen for you by the workman's compensation insurance company. Let me qualify. Why do that. We? Yes, go okay. ahead. Okay. You can see your physician. Okay. Nothing stops you from seeing your own physician. But it will not be paid for. It may not be paid for, but if you don't like the doctor they've sent you to, the occupational physician at the local company. Concentra. Right. Or urgent care. You should definitely know that you have the opportunity to see your own physician. And you bring up a very interesting point about the workers' compensation carrier not paying for it. That doesn't mean that your own health insurance wouldn't pay for it. Okay, and that's a very important, difficult subject for many, many of my clients. I don't want to refer to them as patients. I'm not a doctor. But there's always this confusion that, oh no, we can't take care of you. This is a work-related injury. If you have health insurance, they must take care of it. They will be reimbursed if you get any settlement from the workers' compensation carrier. It's very important. Okay. I think there is something I'm missing here. Before sure. I go back to this, let me just sure. drive this point across. The reason why you don't want to stay, I understand. The first 14 days, you don't have a choice. You have to go to that doctor. And if you go to your own doctor, it's another discussion in a minute. Right. But after 14 days, you want to leave that doctor and go to a doctor of your choice. Why? Tell us a little bit about, we're talking generally, it does not apply to every doctor chosen by the insurance. No such thing in life is always or never. No such thing in life is 0% and 100%. So there are good people everywhere. Having said that, there is a reason why those insurance companies, whether car insurance companies or whether workman's comp insurance companies, choose these doctors. Thank you. Because they are not your friends. That's right. Who is their allegiance to? Well, their allegiance is going to be to the people who are paying them, which is, of course, either the employer or the insurance company. So let me tell you, in the context of a car accident, they're going to say then, when you go to one of those insurance doctors, they're going to say one of two things. Oh, those injuries existed before, so the insurance company is not. Or they're going to say, oh, you're all better now, so you don't need wages, treatment, and so forth. What will a doctor hired by the workman's comp insurance company likely say? Oh, they will likely say that there's either very minimal restrictions, in other words, to going back. To so going they back want you to, work. To go back. They always, want you to go back to work. Of course. Okay. They want much you to, like a car insurance company wants you to stop treating because supposedly you're all better. So kind of right. the same. Okay. That's right. So they'll try to send you back without any restriction. So you can work the maximum that the employer wants you to do. They will not basically order any of the important tests, such as an MRI or CT scan, because they certainly don't want to find out about what you actually injured in that accident. Because that doesn't support the position the insurance company wants, which is to send somebody back to work. Of course not. That's right. Mm. So they won't order the more involved tests. They certainly won't give you the time to get better, and they'll usually attribute your injury, like you said earlier, Joumana, to either something that was pre-existing or that you're all better or that you've had no injury. And also what they'll also do is they'll say, oh, these changes or injuries are degenerative. They happen. Meaning over, they're not related exactly. to what you allegedly sustained on the job. They aging. Existed before. They're age-related. They're all age-related. And you can have herniated discs. You can have extreme pain, which we refer to as radicular pain, because it goes up and down your leg or up and down your neck and arm. And they'll say, oh, that's because the person is old and this happened over the course of time. And the last thing they'll do is get the diagnostic test that will actually disprove that and show it's a work-related injury. I want to say that I want to ask you, please, if you can, how many of our clients or your clients in your 4 years of being a lawyer? 30, but who's 30? Yeah. 30. I'm sorry. Okay. Listen, between Howard, who has 45, and you, who has 30, and now Jay, who has 30, and me, 21, and it's very hard
to keep track. I understand. All right. In your 30 years, how of experience, how many people do you think of your injured as a result of a car accident, as a result of a work-related injury, clients know that they have the option of changing doctors after 2 weeks? Well, it's a more recent phenomenon. And not so recent. Well, 5, 8, 10 years? That's right. 5 years. 2013 were major changes. But I would say almost none of them know when they first come in that they have the option of seeing their physician. In fact, the first question is, why can't I see my physician? And my answer is, of course, you can. And their insurance adjuster is not going to volunteer and tell them that? No. Okay. No. Yeah. And again, a barrier that comes up is they're led to believe that because it's workers' compensation, they must see the workers' compensation doctor. Mm-hmm. And only the workers' compensation insurance company can pay for this treatment. And that's a mistake. Because yeah, it kind of makes sense why they would mistakenly think that, and without knowing their rights, because they're getting paid, so they're not talking to a lawyer, and without the insurance company volunteering their information, they will not know. No. And they will cause a lot of damage, most important to their health, because they're not getting treated by the right doctor, and then to their case. And then to also their minds, they're terrified mm-hmm. that they're going to get stuck with expenses, $20,000. $40,000, depending on what the services are. But even the diagnostic stuff, you know, the tests are running in the range of $6,000 to $15,000, and they're terrified that if they go to their own doctor, they will get stuck with those bills because nobody will pay that. Okay. That's just not true. So I want to ask you, you touched upon something. Let's say I am an employee of a corporation, and I have, like this corporation, I have Blue Cross Blue Shield. I happen to be an employee. I have Blue Cross Blue Shield. God forbid I am in a work-related injury. And we carry workman's compensation insurance. Mm-hmm. So the workman's compensation insurance is responsible for paying my medical bills that arise out of the injury related to my job. Right. The first 2 weeks, I must go to a doctor of their choosing. But you are saying, if also during those first 14 days, I go to my doctor, Blue Cross Blue Shield must pay for that too? Yes. It's very simple. Important. So do you recommend that people in the first 14 days who happen to have private health insurance go to see both doctors, knowing very well that the doctor from the insurance from the workman's comp insurance company is not on their side and is not their friend? It's based on what you said earlier, nothing is black and white. They're not all bad people. If you can go to the occupational doctor at the urgent care or Concentra, and you feel that between him and the physical therapy, you're going to get back to work, that's not necessary. If you have a problem that is lingering, that's actually being made worse. Well, we're only talking about the first 14 days. Right. Well, then the answer is simply yes. I'm sorry. Yes, you can. Yes. اوكي سو بحب ذكر المستمعين انه مثل كل نهار خميس بنتكلم عن قانون الضمان الاجتماعي وقانون الاصابات ضمن العمل صار لنا اسبوعين او ثلاثه عم نحكي عن قانون الاصابات ضمن العمل من النقاط المهمه جدا رامي اللي يمكن رح نخصص ما تبقى من الحلقه لها هي اختيار الدكتور كنا عم نقول انه اوقات الإنسان وقت اللي ما بيتكلم مع محامي أو ما عم يسمع مثلا بروغرام مثل هذا البروغرام أو غير بروغرامات يمكن في بعض الأشياء ما بيعرفها بتخصه مش لأنه الانشورنس كمباني عم تدفع عن شغلة أو شغلتين معناتها بتعرف كل حقوقك من الحقوق اللي أنا شخصيا لأنه عندي ملفات عديدة عبر السنوات إصابات ضمن العمل بتسبب حادث سيارة يعني إنسان on the job عمل حادث سيارة سو هؤلاء الأشخاص إن شئت أو أبيت بدي أتعلم عن قانون الإصابات ضمن العمل لأنه ما بقدر مشيلهم قضيتهم إذا ما عندي معلومات كافية عن الـ Workman's Compensation
So yes, ما بعمل أنا شخصيا هذا الجزء من الملف بس عندي معلومات عنه. من الأشياء اللي اكتشفتها أنا واللي عم بيقلي إياها المحامي مايكل روث إنه أغلبية الأشخاص اللي عندهم إصابات ضمن العمل ما بيعرفوا إنه بيقدروا يختاروا الدكاترة اللي هن بيريدوا يروحوا لعندهم. If I could bring a point across. Yes. Okay. Imagine that you injured yourself and it didn't have anything to work have to do with work. You would go to your doctor and your health insurance would necessarily pay it. Well, this is the same theory. If it turned out that you couldn't establish a work-related injury, they would be obligated to pay, which means they're always obligated to pay. And if they pay and there is a work-related claim, then they can get reimbursed. It's never the health insurance company that's hesitating to pay for the services. They're always willing to pay because there's always a promise in your health insurance contract to pay them back if it's a workers' compensation claim and if you receive money for it. Okay. You said that this law as to the selection of doctors took effect in 2013? Yes. Okay. So, Rami, اللي عم بيقوله هون, هلا بضيف عليه اللي كنت عم قوله أنا, أنه اختيار الدكاترة, أغلبية الأشخاص, خلاصة الأمر أنه أغلبية الأشخاص اللي متعرضين لإصابات ضمن العمل ما بيعرفوا أنه أول 14 نهار فقط من بعد الإصابة مجبورين يختاروا يروحوا بعتذر عند الدكتور اللي الـ Workman's Compensation Insurance Company بتختاره إلهم, وإنما من بعد 14 نهار من الإصابة صار عندهم الحرية يروحوا عند الدكتور اللي بيناسبهم. ليه بهمنا؟ مثل ما قلنا مش كل الدكاترة عاطلين ومش كل الدكاترة جيدين, وإنما هؤلاء الدكاترة مثل الانشورنس دكتورز اللويالتي تبعهم هي للانشورنس كمباني. You know what, Rami? If an insurance company, whether it is a car insurance company or a workman's comp insurance company, keeps sending injured workers to that same doctor and the report is always favorable to the injured person, guess what? They will stop using him or her. هيدا الواقع. يعني في سبب ليه بيختارون وفي سبب ليه بيتركون, لأنه بيعطون نتائج بالعموم مناسبة للإنشورنس كمباني. هيدا هو السبب اللي ما بدنا إنه نكمل مع الإنشورنس كمباني تبع الوركمان, مع الدكتور تبع الوركمانز كومبنسيشن انشورنس كمباني, لأنه كقاعدة عامة هذا الشخص منه is not our friend. هذا الشخص اللويالتي تبعه هي للي معينته للي بتدفع له المصاري. كمان مرة أغلبية الأشخاص ما بيعرفوا أنه this is one of their rights, أنه من بعد أول 14 نهار بيقدروا يختاروا الدكتور اللي هن بيريدوه. السبب why they want to, لأنه نحن ما منأمن للدكاترة اللي أي insurance company بتستعملون, لأنه we know who their allegiance is to. اللي عم بيقولوا شغلة إضافية, عم بيقول أنه حتى أول 14 نهار اللي أنت مجبور تروح عند الانشورنس كمباني دكتور, الوركمنز كومبنسيشن انشورنس كمباني دكتور, إذا حبيت, إذا عندك برايفت هيلث انشورنس, يعني مثل أنا مثلا عندي بلو كروس بلو شيلد ولا سمح الله تعرضت لإصابة ضمن العمل, أول 14 نهار مجبور أروح عند الدكتور يفحصني يكشف علي الدكتور تبع الوركمنز كومبنسيشن. كمان بحق لي, وعم بيقول هيدي شغلة في كتير عالم ما بتعرفها, بما أنه عندي بلو كروس بلو شيلد بقدر during that same time روح عند الدكتور تبع بلو كروس بلو شيلد وبتاخدني بلو كروس بلو شيلد تدفع عني. وإذا بالآخر بين أنه الإصابة اللي رحت عند الحكيم تبعي عبر بلو كروس بلو شيلد اللي صار له حكيمي سنتين ثلاثة أربعة اللي عندي ثقة فيه, إذا تبين أنه كشف عني بسبب إصابة ضمن العمل, الوركمنز كومبنسيشن رح ترجع ترد المصاري لبلو كروس بلو شيلد. بس هيك على القليلة بيكون عنا دكتورين, دكتور منعرف هو مش من يمنا, بالدكتور تاني مش رح نقول من يمنا بس رح نقول لا ما عنده السبب إلا يقول اللي هو بيشوفه حسب كشفه. 15 seconds remaining. Thank you. And if I understood correctly, in addition to Blue Cross Blue Shield, other insurance companies as well will provide payment for those services as long as you reimburse them if you should be recovered
through the workers' compensation. In other words, if the Blue Cross Blue Shield doctor, if it is found out that that treatment was because of a work-related, my workman's compensation insurance will repay Blue Cross Blue Shield. Absolutely, correct. Okay. Very good. Thank you very much to all of our listeners. Rami, بنشكرك, بنشكر المستمعين, بنشكر المحامي مايكل روث, ولبكرا الله رعد. إن شاء الله. Have a wonderful weekend, everyone. شكرا جزيلا, ونشكر مستمعينا على حسن المتابعة. دمتم في رعاية الله.